تعالى بقى نعلق على البرادايس. البرادايس بحط كوباية من الزبدة في المكنة، خد بالك اهو من التركة دي، ده الخليط على ما اعمله الديسك، على كوبايتين من السكر، وانعمها على السرعة الأولى كده، انعم الزبدة مع السكر. وعندي هنا أربع بيضات مع ذرة فانيليا يا حسني، أربع بيضات مع ذرة فانيليا يا تفاصيلك، وادخل كل مقاديري دي مع بعض على ما اعمل البسكوت بتاعي. البسكوت بتاعي احط البسكوت في الفود بروسيسور يا حسني، في الكبه بتاعتي، ادي البسكوت اهو يا جماله. وعندي شويه سوداني باودر او بندق باودر او لوز باودر حسب امكانياتي، واروح جايه طحناهم. بعد ما اطحنهم كده وينعموا هربطهم بمعلقتين زبده سايحين. اهم حاجه نعم كل مكونات البسكوت مع اللوز الباودر او السوداني الباودر او البندق الباودر كويس قوي. نعموا كده، اجيب لهم معلقتين، وعندي الزبده والسكر، كوبايه الزبده وكوبايتين السكر على خليط رملي. تعال بص يا حسني، اربطهم بمعلقتين زبده سايحين، بدأت تتقل معاك اهو، بحسد بالزبده. الخليط بقى رملي. بص الخليط البسكوت مع ايه يا عم حسن؟ مع سوداني او بندق او لوز مع معلقتين زبده، بقى ايه؟ خليط رملي. هكبسهم وادخلهم التلاجة يا حسني، واحده واحده كده مع بعض، بعد ما نعموا في الكبه بتاعتي كده خالص، والزبده والسكر في المكنه زي ما انت شايفه كده. اروح جايبه الجناب بتاعتها عشان أأكد إن الخليط بتاعي بقى كريمي، وأضيف لهم الأربع بيضات مع ذرة الفانيليا بالشكل ده. وأرجع هنا آخد الخليط بتاعي ده يا حسني، أحطه في الصينية بتاعتي الناشفة ونضيفة، وأبدأ أفرده بسمك واحد واعمل له حروف عشان هصب جواها، يبقى دي القاعده البسكوت بتاعته. تعملي له حروف كده، دي وقت عليا الاول. وبعد ما تتاكدي ان كله مقاس واحد وسمك واحد، اروح جايبه كعب كوبايه وابدا اشتغل بيه كده اهو قصاد بعض بالشكل ده، واظبطه بقى كده، واروح مشمعاه في التلاجة. لكن عشان وقت انا اشمعه في الفريزر عشان على ما اعمل الخليط بتاعي يكون تماسك معاه. الخليط بتاعي اوقف المكنة، اجيب حتة الزبدة اللي فوق في السلاح دي كده اهو، وادمج كوباية الزبدة مع كوبايتين السكر مع الاربع بيضات مع الفانيليا كويس قوي. عندي هنا بقى يا حسني بقيت مقاديري عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوباية من الدقيق، نص كوباية من جوز الهند، نص كوباية من السوداني، نص كوباية قطع شوكولاتة بيضة، وذرة ملح. وادخل الدقيق في جوز الهند مع السوداني مع الشوكولاتة البيضة مع الملح كويس. وعندي الديسك بتاعي فين؟ الديسك بتاعي دخلته التلاجة ياخد التبريد عشان المفرد فيه الخليط ده، ونعمه. الزبده نعمت مع السكر مع البيض مع الفانيليا كويس قوي. وبعد كده حط الدقيق وجوز الهند والسوداني والشوكولاته البيضة والملح عليهم مره واحده كده. والديسك بتاعنا فين؟ الديسك بتاعنا في الفريزر بيتجمد، لكن انت حطيه في الثلاجه، لكن انا عشان وقت الحلقه ياخد تبريد اقوى بسرعه عشان ما يتحركش مني. يبقى الشغل براونز في الفرن بتركاتك وحركاتك قدامك على درجة حرارة 180-35 دقيقة. وخدي بالك التفاصيل والحركات والتكات عشان يبقى فادج معاكي. فادج يعني ايه؟ يعني قاستك. الخليط بتاعي كده ناعم، اللي هو الزبدة، كوباية زبدة وكوبايتين سكر وأربع بيضات وذرة فانيليا وكوباية دقيق ونص كوباية جوز هند ونص كوباية سوداني ونص كوباية شوكولاتة بيضة وذرة من الملح. الخليط بقى كريمي خالص كده، هروح معبياه في الفورمة بتاعتي
اخده اعبيه في الفورمه اللي انا دخلتها الفريزر، اجيب القاعده بتاعتي اللي في الفريزر وابدا احشيها. يا جمالك يا حسني يا تفاصيلك. عجنتي كلها جاهزة كده ومقاديري كلها، هتعمل طرت مقاس 28 ووزعها واحدة واحدة كده. وعندي شوكولاتة بيضة مكعبات احطها للوجه مع سوداني او اي نوع مكسرات. انا بحط لك سوداني، انت عندك لوز، عندك بندق، عندك عين جمل، حطي، لكن انا بحط لك سوداني. خدي بالك من التركة دي. وبعد ما وزعناهم كده تعالى يا عم حسني نوزع قطع الشوكولاته البيضه عليها من فوق كده في كل حته فيها، وتبقى شانك قطع، وقطع السوداني بالشكل ده كده. وتعالى ما ادخلها الفرن على درجه حراره 180